السلام عليكم اخواني، كما كتشوفوا كنتواجدوا هنايا بساحه باب الحد الجديده الباركينغ. هذه الساحه من الفوق، وكاين عندنا الباركينغ لتحت، المدخل ديالو راه هو فينا هو، ومن تما كاينه الدخول والخروج. كما كتشوف هذا الصباح كانت حاضره العمده، وكان الفريق ديال الاعوان السلطه، وكان هنايا القائد المنطقه ديال لوسيون حاضر هنايا السي بن شقرون المهدي، ومعنا السي صديق ديالنا السي ابراهيم. كي داير ابراهيم؟ كلشي بخير؟ الله يستر لكم الامور، تبارك الله عليكم. لوسيون صافي سالت بزاف ديال داكشي، تبارك الله عليكم. غادي نمشيو نشوفوا هنايا اللي رديتوا البال داك الفراشه وداكشي، صافي راه حيدوهم هنا، راه منعوهم من هنايا ياك، ومنعوهم من المدينه العتيقه، وهذوك صحاب الفراشه الاخرين اللي كاينين من هنايا حتى هما راه داروا هنايا العون، وداروا الناس ديال السلطه اللي مكلفين المهمه ديالهم هو هاد المنطقه كامله يردوا ليها البال. اخواني اخوات، غادي نزعوا الريح، غادي نمشيو لكم ندخلوا لكم من باب الحد من الباركينغ من التحت، وغادي نمشيو لكم لديور الجامع ونضربوا دوره نشوفوا النهايه ديال الاشغال اللي كانت مؤخرا اللي دارت خفن زربل. المدخل ديال الباركينغ هو هذا، العلو ديالو جميل، زوار مدينه الرباط. كاين هنايا في وسط من هذا النزاه، كاين فيها كاين فيه مرحب نزاه كبير 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 وجميل ورائع بالنسبه للناس الزوار ديال مدينه الرباط. اول مرحله شفتو فينا هو هذا، ديك البريريكه راه هي فينا هي، هذاك راه مرحب الرجال من لي والرجال النساء من هنايا، وهو المدخل ديالو هو هذا. شوف كاين هذه قصريه تا هي راه عندها المرحاض ديالها لداخل، وكاين عندنا كل قصريه الا وعندها المرحاض ديالها. مدينه العتيقه اخر مره خلينا فريق ديال تس ان عاود لينا من هنايا جهه الباهيه، وعاود لينا الجهه ديال البوست قاليلي الباب الجديد. السيارات اخوتي راه صافي منعوهم، وهنايا خلاو واحد البلاصه هنا خاصه للموالين السلعه، صافي كيجي الكاميو ديال السلعه كيحط هنايا، والسلعه كتدخل بالعربات المتخصصه كما كانت ديال المدينه العتيقه. فانتوما شتي راه داروا انتيردي جوج ديال البلايك، ماشي حتى وحده، جوج يعني منع كل دخول السيارات. هذيك السياره اللي كاينه تما كاينه بوست ديال الشرطه، ستافيت ديال الشرطه هنايا. صافي سلاو لينا، لقينا راه خصني نجي، باقي لنا خصني نجي نصوروا لكم بالليل. هنايا زوار مدينه الرباط ردوا البال في هذه البلاصه، راه كيقطعوا منها الرجلين. شوف ردوا البال الناس اللي طالعين والناس اللي هابطين، ردوا البال لهذ النقطه، يقطعوا من الناس الزوار، ردوا البال لان شو غادي يطلع من هنا يكسر يسحبوا معاه. لا هذا باركينغ دوزتوه معنا، اللي بغى يشوفه يمشي لكيكي انت وكي وليتي من الاول حتى الاخر. عنده هاد الخريجه ديالو كتدي من هنايا الباب شارع باب الحد، وكتدي لشارع مصر. وعندنا اخواني اخواتي هادي الطليعه، هذا هو باب الحد، هذا هو نفق باب الحد. جميل نفق، جميل 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 ورائع. هذا شارع الحسن الثاني المتوجه الى اخواني اخواتي، كيدي هذا ديريكتومون المدينه، اتجاه مدينه تمارا الدار البيضاء محمديه، وانتهى في الجنوب هنايا لاصاف الديوانه، وهنايا
مركز تجاري كبير اي تباع معروف، كاين اصحاب الالكترونيك وفكاش، وكاين عندنا اللافاج شي ستاسيون شير، هذا من اقدم ستاسيونات مختبر التحليلات الطبيه، وكاين اصحاب الدراجات الناريه، كاين اوتوهول، كاين عندنا ليطا ماجور، هذه الدرك الملكي تما شي حاجه ديال الدرك الملكي، كاين عندنا الاوتوهول، كاين عندنا احنا غاديين معكم حاجه بحال هنايا كنتظروا غدا تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم المرحله الثانيه من ديور الجامعه اللي غتدخل فيها هاد التهيئه من هنايا. مرحبا مرحبا، هذا شي كلوب ديال الدرك الملكي هنايا، شي حاجه عندهم هنايا. هذا كله غيدخل في المرحله الثانيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، كل شيء اللي كتشوفوا فيه نتوما داخل في المرحله الثانيه. The second time هذا تيران وداك الشيء دايرين فيه الديبو ديال هذا الشيء، كل شيء المرحله الثانيه. وهنايا كان اخر فريق دخل لنا هنايا، هو فريق ديال اسفلت هنايا تاع شغل، هنايا باقيين شي ريتوشات وشي رواكل وباقيين شي حوايج اللي غادي يتحيدوا. شوف اخر مره كان هنايا فريق ديال الهلاوي، صافي راه ركبوا العلامات ديال التشوير، شوف صافي العلامات ديال التشوير شدات لينا البلاصه ديالها. انا غادي معكم حاجه بحال اذا عندنا هنايا صافي فريق ديال اخر فريق اللي كان خدنا هنايا هو الفريق ديال الهلاوي نهايه الاشغال، والفريق ديال الهلاوي طلع لينا الاكدير، نطلع نشوفو فين وصلوا في الاكدير، نطلع لكم من هنايا حتى للراس وندخل لكم مع السينيغال. شوف الاشجار تبارك الله وكل حاجه شدت لينا بلاصتها. اخر مره خلينا واحد الكيبيت، ها هما ركبوا العلامات ديال التشويه كامله، خلينا هذوك الكيبيت باقيين تعقلوا عليهم اللي كانوا في الجن هادو. فينكم نتوما فينكم؟ أو الله صافي هذوك الكابات راه حتى هما راهم تريكلو وداروا لهم باساج لهذوك أنا غادي معاكم شنو كاين هنايا زين صافي هاكو مزيان تريبيان شنو نصوبوا لهم باساج ديالهم وقادوا لهم الشغلات ديالهم خصهم الفينيسيون هاد البلاصة صافي عقلتو على داك الحيط اللي كان كلو مجرتل صافي راه ريكلوه صبغو الدنيا كاع داك الديور داك الشقوقة وداك الشي اللي كان وقع كلشي داك الشي تريكل وتشفينا. إذا زنقة القضيع عياض أوكي، الزنقة الأخرين ديال الزناقي الأخرين كاملين أوكي، ندخلو مع السينيغال ونرجعو حتى للسونتر تما كاين شي حسنية ونختمو ليكم ويكون عندنا هذا آخر فيديو على ديور الجامع. ديور الجامع باقي فيهم شي حوايج اللي مازال غيتحيدو، كاين شي مازال شي زيادات باقيين باقيين هنايا ليكيب ديال التيست ان كيريكلو فيه والاس ان سي او كيريكلو فيه دوك القراقر ديالهم، حيت دابا داز كومباكتور واش تحركات واش ما تحركاتش واش كاينه ولا جربو واش كيتحلو ولا ما تيتحلوش، قلبو المسائل ديالهم الله يستر لهم الامور. Oh.
غندوز لكم السوق ديال الداهومي ومن تما كاين غنختموا لكم هذا الفيديو بيكون الشوية ديال السر ديال الريحة ديال زاكا طنطن شهيشونا يا صاحبي بهاد الشوية ديال السر ديال مالكم اشوفوا شو عندنا شوية نشوفوا الباركينغ هو شنو بلاصتو باقي هاد البليصة تصب هيا باقيين هادوك الشراضي حتى هما راه غيدخلوا وهذا هو سوق الداهومي إذن إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء نهاية الأشغال ديال الإسفلت هنايا في المنطقة خليتكم على خير وما كاين غير الله الوطن الملك ونفسه.